السلام عليكم خوتي، شو اخباركم؟ في راكم مع اربي كوك ليكو هادي. لا لا يا اخو، لا لا والله غنى ليكو هادي ولا غنى لي هذا خوتي. ايش الكوك هاي اللي نخدم معه؟ قلت لكم في انستغرام خوتي، بعثوا لي ريسات تحبوها في المطبخ خوتي. بون لي كيف نصحكم فيديو يوتيوب دوك جو سقسوني كيفاش. سي تري سامبل، كامل عندنا ماكله نحبو ناكلوها، دونك هنايا كتبوا لي روسيت ولا ماكله حبيني انا نطيبها، طيب لي روسيت تاع لي زابون. اليوم جينا نطيبوا لي روسيت اللي تحبهم نتوما. انت واش تحب تاكل؟ تقول واش تحب تاكل؟ انا نحب لي بات يا خويا. تحب لي بات؟ لي بات بالدجاج وشامبينيون تحبهم بزاف. وي خاوتي اليوم ماشي نطيبوا لي بات. المهم نبداو بالوصفه الاولى. الوصفه الاولى خاوتي قال لك طيب لنا تكتوكه. نفس البازيك نفس الخيط خاوتي، بسيط بيت بسيطة يا بسبوسة. انا طيب ديجا في حياتي الشوكة. قول والله لازم يجي فيها قبل الطوماطيش موراها خوتي، يجي فيها البصل باينة البصل موراها. البصل وكاين عباد يحبوا يزيدوا لها البيض، حنا في الدار ما نديرولهاش البيض، حنا اليوم راح نديرو لها البيض. كل واحد كيفاش يحب، دير لها تحب لها لا. بصح سيدي قال لي دير لها البيض، قال لي دير لها الثوم ما يكون غير خاطرك العزيز. يا خو الثوم فيري ما نحبوش. فيري ما نحبش الثوم. تما نديرو ثومة كبيرة اليوم صح خوتي. تحكم الطماطة وتقسمها، هذه تقسيمه تاع تاع العشاء. شوف ضربها بالنص اللي كان من خوتي من حجمها الخضراء هذه حيدها مريض هاي ما حي فيها خوتي. اليوم يا اخو اليوم تشوكه من الصبع الاخر. تكنيك خوتي كيفاش هذه غير انا اللي نديرها. تحكم صباعك هكذايا ودير هذه هكذا باش ما تقيش وتبدا تقسم خوتي. حتى عرب بزاف. إيييي الله يستر يا أخو، ربي يسترك على بالك. بعد هذه تقسمها هكذا، قسم قال أخضر عدبتها طوماطيش ماشي هكذا خوتي. كيما راكم تشوفوا أنا قسمو في الطماط تبغي الطماط. صباح صباح هذه عجبتني. هذا الموقع عجبني يا أخو. هذا الموقع عجبني. والله راح اكل تفاح وراح اكل الحلويات خوتي. لازم ما تسيوش هذا الفيس في داركم ما باسكو الموز دونجي. واحد ما يسيها في دارهم خوتي. ما خصكم خوتي ولا عيطوا لنا نجيو نطيبوا. هذه شكون يعيط لنا؟ شكون يعيط لنا؟ شكون يعيط لنا؟ شكون يعيط لنا؟ لي الزوم خوتي. خوتي اللي ما ديروا الجام راكم تحت المراقبه. اكو تحت المراقبه خوتي وتحطوها في البول. شوكه طوماطيش ماشي يعني. زيدوا عليها هذوما يا خوتي. ماكش في الدار راك عند اربي كوك العزيز. بو خوتي لابس الويز تعرفوه. اوف لا دي باش لا هادي باش العزيز العزيز صغير عليك جاي لي ما بين في الوسط بصبعتين على زوج نات. العزيز ها دو تروا خوتي. هذا النص الاول. ما قلبتش الموس يا عزاز، ما قلبتش الموس. ما تعرف. شوفوا بلي انا مسؤول واني واجد تما باش نطيب لي الزوم. لا عزاز، سالت لك كنت راح تدخل على واحد اخرى. لا لا ما نقولش. انت ثاني راك تحت المراقبة. شوفوا خوتي البلاطا طوماطيش حشفة. ايش هذي؟ بنين. المهم هذا التكنيك تقطع هكذا باش يجي البصل خوتي. هذا يا خويا هذه تكنيك لك شو جاي ويفي يا خويا. بدا يزيد يجي شباب. بصح نقطعوا هذا بنادم له. بصح نقطعوه يا خويا. حاشاك العزيز حاشاك. اسك الله خو. عزيز كي جيت لي الزوم. كي جيت لي الزوم. جوعان. كي جيت لي الزوم. نبدا نكون نمشي للنفانه خوتي باسكو انا لي الزوم. تقسم هذه الحبه تاع البصل تقسم جدها في الوسط. راك شايف. يا خويا بدي تجيني البكية. تقسم بالله. يطلع لك. معليش تراجل خو تراجل تراجل تربي تراجل وبكيت عبد تضربوا فيها تشكشوكة هو بلا خاوتي خاوتي ولا عادي نبكي لك مكاش مقلع خاوتي. وبعد كي تقطع البصل حطوا في الريسيبيون هذا لو كان في الهواء تسخن سخني 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 عسى يا ما نقدرش نجاوبك يا ناس نرمو البصل والثوم. لازم دايما تقعد محرك وخاوتي باش ما يتحرقش.
دوكا شحال سيداتي دوكا تنشوفوا نشوفوا البصل بدا يبرد لا كولور تاعو فهمت ونبداو نشموا الثوم درت العريحه تاعو نزيدوا الطوماطيش باسكو كاين اللي يحب البيض يجي طيب ليا كاين اللي يحب البيض يجي لزج لازم او لازم لازم عطي له سي عطي له هذا هي شام كوكا دا رياض كوكا ضربوني بعيد بالملح خاوتي لا ما نديروش بزاف الا بعدا جات مسوسه نزيدو دوكا خاوتي نزيدو لها فلفل الكحل اون بانسي دو فلفل الكحل فوالا هادي هي خلطات صفا شويه والله غير الفلوس تاع دار خاوتي اقسم بالله غير تاع دار انا ما فهمتش كيفاش مازال ما لقيتش خاوتي لا غايب الزوم ما يعرفوش قيمه الرجال خاوتي خلاص الرجال خاوتي في بلادنا خلاص صح خاوتي عاد شوف هاي كيفاش ولا انت الله 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 بدنا والله والله بدنا تتكلم اللذه خاوتي تاكلوا معانا شوفوا خاوتي الله يبارك لكم وهذوك اللي ما عجبتهمش خاوتي ولا قربا اسمعوا على ثلاثه خلوا الشاف غربا يسلبين غربا خاوتي انا طيبتها سوقينا كيف قدامي تاع فالديدرا يعني طارق كي يزيدوا عنده دراري ما يدخلهمش وبنسى ما تدخلهمش نسى الاولى كيما الدوزيام كيما الروزيام واخا تي دوكا هادي ستاسيون بسم الله لا رياض الكاس من فضلك كاس كيوت كاس كيوت عزيز باين اوبا دروب لا شوف فارينا سيري لي صح موراها خوتي عندك السكر مغار كبار سكر يبازل هادي يا اخو نورمال يا اخو شباب ليك خو اللي قلتوا لي ثلاثه على بالك هذه وحده سوت الزوجه اصبر ريح كيما الله يرحمها ريح كيما لا هذا ما تحوالي طاح هنا دوكا لازم لا ليفير خوتي ديروا لا ليفير راه قال لك دير كيلو فلوس نحطوا كاس حليب وواحد بابي انا بروبوزي نزيدو انغريدينو سبيسيال فيا لوز ليكس والله هاني ما يقولوش هذايا نغسلو الموز تخلينا لك تشوكا بلا ما نطيحو في الارض يا سير شويه تقيله دونك نزيدو لها شويه حليب طريقه صنع البيطون في المنزل بانكيك تاع اوهايو علم قلاتها بيبجي خاوتي بغاو تي دوكا نطيبو البانكيك
هي جميعا ودائما الاولى ما تجيش بنينه تجي محروقه صح حنايا حنا حنا زعامه الاولى تجي فيهم عزيز عزيز خوتي ليكو انا مشيني وخوتي شي ما غير شي سبور شي سبير لا لو بدي بدي يقولوا تالي الزوم يا اخو اصلا من ابوس حبيبي سبحان الله يا اخو يقول لك كل يد بصنعه كل زبعه بصنعه الحمد لله خاوتي شيكولا تاع قبيل كيما يدوبي سنا والباقي غاليين حمار ما داش ما يغليهم قبيل سنا فوندو كديروا يدوبي بصح ما ديروش لي زيبيس تما زيبيس نورمال حطوا يدوبي كتا فطيبوا يدوبي خاوتي كتا عرفوا طيبوا يدوبي سنا واحد تاوي طيب وزيدوا له شيكولا ويعني سيدو بس مازالوا جيعان انا رايح عند الداريه اش بعد خاوتي دوك عطاو يدوبي ونحطوها في الشيكولا دوك نسربوا يدوبي نحطوها دوكا خاوتي لحظة الحقيقة حطو الشيكولا من الفوق ما فهمتش الناس علاش قالوا لي ديرها يا اخو بزاف بزاف يحبوا ياكلوها جو سي با يا اخو اوكي دوك انت الاول لا دوك انت الاول تحاسبك والله غير تحاسبك يا اخو انت درتها انت دوك هاي خاوتي ديجا شابة هي تبان شابة اوا شابة شابة دوكا ان شاء الله الجو ما عبوك شنو؟ ما تقول والو خليني ندوق خليني ندوق قول والو صراحة كيف تحتم ناكلها او خاوتي ما نكذبش عليكم ماشي بنينه ماشي لازم تاكلها طيب اندومي نورمال ما الا شغل ما لقيتش كاع واش دير كلها انا عجبتني نورمال فيها ماي فيها الموت طيب المهم خاوتي ديال الفيديو تاع اليوم اندومي على بالي انا تزعيم يا خو اندومي بالزوم اندومي تاكلها وهاشوف راهم تحت البوراقه everything i do